السلام عليكم عزيزاتي أعزائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأن كل شيء في أمان الله. في إطار سلسلة شهيوات رمضانية غادي نشوفوا مع بعض اليوم بغرير معمر بأملو، كذلك مزين باللوز إفيلي، وبغرير معمر بخليط ديال الجبن والكركاع والعسل. كيجي من أروع ما يكون، من ألذ ما يكون، وكيغير بطبيعة الحال على الأفكار اللي حنايا متعودين عليها في الماكلة ديال البغرير، لأن كلنا كنعرفوا بغرير، كنا كناكلوه تبارك الله في مائدة رمضان، ولكن هذه فقط فكرة كتغير لنا على الأفكار اللي مالفين كان نعرفوها في شهر رمضان. إلا بغيتوا تشوفوا كيفاش كنحضروا هذا البغرير هذا، ما عليكم إلا أنكم تتبعوا الفيديو معايا حتى الأخير. ما تنساوش ديروا لايك، شاركوا في القناة، وكذلك تفيدوني بتعليقاتكم وآرائكم، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفية تحضير بغرير معمر كيجي على هذا الشكل هذا. اذا عزيزاتي اعزائي، لهذا البغرير هذا لاياش غنحتاجو؟ اولا غادي نشوفوا مع بعض مقادير عجين البغرير اللي غادي نخليوه يختمر تقريبا لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب الجو. انا بالنسبه ليا اليوم الجو سخون بزاف، فاحنا فصل علينا الصيف، فغادي نخليه 10 دقائق يختمر، ومن بعد عاد غادي نخبزو او غادي نطيبو. بالنسبه للمقادير ديال هذا البغرير هذا، فانا غادي ندير قياس بالكاس ديال العنبه باش يسهل على الكل انه يحضر هذا البغرير هذا. عندي هنايا جوج كيشان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه او السميد الرقيق الخاص بالحلويات، كناخذوا نوعيه جيده باش يصدق معنا البغرير. عندي نصف كاس ديال الدقيق فارينة كذلك ديال الحلويات، فمن الاحسن اننا ناخذوا دقيق الحلويات لان كيكون منخول وكيكون ممتاز في النوعيه ديالو. عندي كذلك شوية الملح، عندي ثلاثة الكيسان بالضبط ديال العنبة ديال الماء اللي هو شوية دافي ماشي بزاف، فالماء كذلك غادي يبقى على حسب العين الميزان. علاش؟ لأن كاين السميدة اللي تتشرب كيما كاين السميدة اللي ما تتشربش، فإلا حنا خلطناه في مولينكس ولقينا بأن او في الخلاط الكهربائي ولقينا بان السميده ديالنا شربات بزاف، باستطاعتنا اننا نزيدوا الماء. الى لقينا بان هذاك هو القياس، غادي نخليو القياس ديال ثلاثه الكيسان ديال العنبه. عندي بيضه اللي تقدروا تخلاو عليها، ولكن انا كنفضل انه يجي بالبيض لان كيجي هشيش اكثر. عندي هنايا باكيه ديال الخميره الحلويات او بيكن باودر او ما يعرف بهذا الخماره. عندي هنايا من فئه 8 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. انا هنايا عندي الحبيبات، ولكن استطعتكم انكم ديروا معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه. عندي معلقه كبيره ديال السكر، وعندي كما قلت الملح. غنبداو على بركه الله. فاول حاجه غادي نبدا بالعناصر اللي هي صلبه او بالعناصر الجافه. غادي ندير السميده، غندير الدقيق، من بعد غادي ندير السكر، الخميره، الخماره، وغندير البيضه ديالي. غنحلها غير بشويه، واخا انا متاكده من صلاحيه هذا البيض لان السيد اللي كنجيب من عنده البيض فهو دائما عنده البيض طري تبارك الله لان عنده الاقبال. فاول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نخلطو بالماء وغنخليو الملحه حتى للتالي. بسم الله. غادي فقط ناخذ معلقه وغادي نحاول انني نحرك العناصر الجافه لتحت باش ان الماء يهبط لي وان هتجانس بشكل ممتاز. فنضفت الماء ديالي، غادي نخلط ونتلاقاو من بعد باش نضيفو الملحه. الخليط ديال البغرير ديالي من بعد ما وجد، فانا ملي خلطته التخليطه الاولى ضفت هذيك الراس ديال المعلقه ديال الملحه، او على حسب نتوما تقدروا تضيفوا حتى نص معلقه صغيره ديال الملحه، فكيولي على هذا الشكل هذا، حتى كيبدا كيعطي الكشكوشه. بصيتعتكم اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي وبغات تخلطوا في القرعه، فهذا هو كيصدق بحال البغرير القرعه اللي ولا دابا تبارك الله كلشي كيعرفوا. فكندير الخليط ديالي في جبانه اللي هي شويه كبيره باش نقدر انه يخمر مزيان. انا كنديرو في جبانات البلاستيك باش كتسخنو دغيا دغيا. غادي نتلاقاو باش نشوفو باياش كنعمرو هاد البغرير هذا اللي كيجي لسيدنا رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم.
بغرير ديالي من بعد ما خمر فانا كنطيبو، راني كنخبزو على النار، فكيجي على هذا الشكل هذا. كيجي رائع، متقب مزيان، وكيجي بغرير نيت على حقو طريقو. احسن حاجه انكم ملي تكونوا كطيبوه هو ان المقله اللي غادي ديروها فيه خصها تكون اولا ما كتلصقش، ثانيا غادي ديروه على نار شويه مرتفعه، ومن بعد غادي تنقصوا العافيه ملي تكونوا كتخبزوه غير شويه ماشي بزاف، لان ما كيبغيش البغرير العافيه منقوصه بزاف. فبالنسبه للحشوات اللي غادي نحشي بها هاد البغرير هذا، تتعطيكم انكم تناولوه بحال هكا بعسيله وزبيده كما حنايا مالفين كناكلوه بشويه العسل والزبده، كما اننا باستطاعتنا اننا شويه شنقولوا نتفنوا فيه، خصوصا ان شهر رمضان هو شهر العباده، ولكن كذلك كيعجبنا نشوفوا داك الطبيله هكاك مزوقة وعاطية واحد النظرة اللي هي مختلفة على النظرة ديال كل يوم. فكما شفتوا معايا هذه المقلة انا فين كنخبز بغرير، كناخد لاسباتول ديالي باش غادي نهز بغريرة على هذا الشكل هذا، وكنحطو متباعد باش كيبرد. فكما قلت بالنسبة للحشوات، انا وميم طون راني كنخبز ونقول لكم شنو كنديرو في الحشوات. انا هاد البغرير غادي نحشيه بجوج ديال الحشوات اللي هما حلوين، لان البغرير بيان سور غادي يجي حلو. فاول حشوه شنو غنستعمل فيها؟ غنستعمل فيها شويه ديال النوا وشويه ديال الكركاع، شويه ديال الجبن. باستطاعتكم انكم تستعملوا الفرماج مربعات او الفرماج مثلثات كما بغيتوا، اولا الجبن اللي كيكون ديال الطاسه، اولا ريكوتا كذلك كيجي ممتاز مع هذه الوصفه هذه، وشويه ديال العسل. انا عندي هنايا عسل حره، باستطاعتكم انكم تستعملوا اي عسل عندكم في الدار. هذه بالنسبه للحشوه الاولى. الحشوه الثانيه فانا غنديرها باملو، او غندير باملو، ولكن غندير املو ما سائلش بزاف، ما جاريش، غندير املو شويه مجموع باش غتجيني بحال واحد الكتله ديال 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 اللوز مع زيت سرقان، وكذلك مع شويه السكر كلاصي اللي غادي نعمر بها لا كريب ديالي. فغادي نبداو على بركه الله، غنهرسو شويه الكركاع، وغادي نطحنوا اللوز مع املو المقدار، باردون، غنطحنوا اللوز مع زيت سرقان، غنطحنوا المقدار اللي ما غاديش يجري لنا الخليط، وغنتلاقاو باش تشوفوا كيفاش كنحضروا هاد البغرير هذا معمر. بالنسبه للحشوه الاولى فالامر سهل، غتسمحوا لي شويه راني عندي لافواغوك او شويه حلقي ماشي هو هذاك هاد اليومين، لان مع هاد الشونجمون سيزون شويه الحلق ديالي مرض. فغادي نهرمش الكركاع باش يبقى ليا ان تي بو ديال الكروكون او شي حاجه اللي نعض عليها، وغادي نزيد العسل بمقدار ان الخليط ما يجراش ليا كما قلت، سواء بالنسبه للعسل او بالنسبه لزيت الارغان. استمر بهذه الطريقه، نخليو شويه باش اننا نزوقو من الفوق، وغادي ندير العسل فقط. صافي، هذا هو القياس باش ان الخليط، غنخلط هاد العناصر مزيان، وبالتالي غادي تكون عندي الحشوه الاولى اللي غادي نعمر بها بغرير ديالي، كيتجي على هذا الشكل هذا. كنخلي داك شويه ديال العسل لانني كنزوقو من الفوق بشويه العسل. بالنسبه للحشوه الثانيه فانا غادي ندوزها في الخلاط الكهربائي. في الخلاط ديالي فانا وضعت الكميه اللي عندي ديال اللوز، عينكم ميزانكم، انا عندي تقريبا هنايا شي نقول لكم شي 160 ولا 150 غرام ديال اللوز، وضعت معها جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. غادي ندير واحد الجهد ديال ثلاثه المعالق كبار ديال زيت سرقان، ولكن ما غاديش نكثر باش كما قلت يبقى لي الخليط ماشي سائل بزاف. بالنسبه للتعمار ديال هاد البغرير هذا، فبالنسبه للحشوه ديال الجبن فانا كناخد غير شويه من الحشوه كنوضعها في الجانب على هاد الشكل هذا، كنلوي البغريره وكنبدا كنضغط عليها فقط على هذا الشكل هذا، فهي كتسد وحديتها باش عطينا بحال دي شوسون. غنستمر بهذه الطريقه تنكمل ديال الجبن، وغنتلاقاو باش نشوفوا اللي كنعمرو باملو.
مغرب ديالنا من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل هذا. فانا زينت اللي عمرته بامل وبشويه ديال لي زامود افيلي، كما انني زينت اللي عمرته بالجبن والعسل بشويه ديال القرقاع وكذلك شويه العسل، كنقدمه مع شويه ديال الاملو كذلك شويه العسل. كنقدموا بهذه الطريقه، بسيطاتكم انكم تقدموه باي طريقه كتعجبكم او كطرقكم. انا فقط عطيت فكره، كنتمنى ان فكره اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم غادي تجربوها، لان من جد كتستاهل التجربه. كيجي رائع هاد بغرير هذا صراحه مع واحد كوين اتاي، كيجي من ألذ ما يكون. كنتمنى لكم اعزائي شهيه طيبه، ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وكذلك ضغطوا على جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. كنتمنى لكم شهية طيبة وإلى اللقاء أحبتي.